أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. كشف وزير حقوق الإنسان محمد عسكر عن تحركات تجريها الحكومة للكشف عن مصير وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي المختطف لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع منذ أكثر من عامين. قال الوزير عسكر في تصريحات صحفية أن تحركات الحكومة تأتي بعد رفض الانقلابين إعطاء الصليب الأحمر الدولي أي معلومة عن حالة أو مكان وزير الدفاع. ولفت عسكر إلى أن المنظمات الدولية مطالبة بالحصول على معلومات وصور حديثة لجميع المخفين قصرا، بما في ذلك وزير الدفاع. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الجهود الحكومية التي قدمت في ملف المختطفين، وهل ترقى إلى وصفها بالجهود الجادة والمسؤولة، وإلى أين يمكن أن ينتهي هذا الملف في ظل تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية؟ تعد قضية المختطفين في اليمن من أكبر قضايا الانتهاكات، حيث قامت الميليشيا باعتقال آلاف اليمنيين واحتجازهم في ظروف لا إنسانية وممارسة التعذيب بحقهم وإساءة معاملتهم، الأمر الذي أودى بحياة العشرات منهم. تحرك حكومي لإحياء الجمود في ملف شائك، إنه ملف المعتقلين، قضية بمضمون إنساني من شأنه أن يمنح الحكومة ورقة رابحة في مواجهة حملة الإسناد الكبيرة التي تقدمها المنظمات الدولية للإنقلابيين على خلفية الآثار الإنسانية للحرب. وزراء وقادة سياسيون وناشطون وكتاب وإعلاميون والآلاف غيرهم الذين يقبعون حتى اللحظة في سجون بعضها معلوم وأكثرها مجهول، وفي المحصلة ثمة قضية إنسانية ملحة يتم تجاهلها عمدا من قبل المنظمات الدولية. وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر تحدث في أحدث تصريح له عن عزم الحكومة التحرك خلال هذه الأيام في جميع الاتجاهات لطرح قضية اعتقال وزير الدفاع محمود الصبيحي على الأمم المتحدة والصليب الأحمر بعد مرور أكثر من عامين على اعتقاله من قبل الانقلابيين. ليس هذا القائد وحده من يستحق أن تتحرك الحكومة لأجله، فهناك قادة آخرون وإن كانت أسماؤهم غير مشمولة بقرارات مجلس الأمن على نحو عكس في الماضي الفح والسيئة لأجندات اللاعبين الدوليين والإقليميين في الساحة اليمنية. فشلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أول مهمة لها لتقصي الحقائق بشأن المعتقلين والمخفيين قسريا. زارت البعثة صنعاء وعدن، ولكنها عادت كما جاءت لا معلومات جديدة، في وقت يتسع نطاق الممارسات والانتهاكات على هذا الصعيد ليشمل المناطق التي تقع تحت الهيمنة العسكرية والأمنية للتحالف في جنوب البلاد. تمضي أمهات وزوجات المعتقلين وبناتهم أوقاتا صعبة في وقفات احتجاجية لم تلقى حتى الآن آذانا صاغية، ليس من الميليشيا بل أيضا من المنظمات الدولية التي لا يستيقظ ضميرها إلا إذا كان الضحية من الميليشيا. لن تجد الحكومة أفضل من رابطة أمهات المعتقلين لتعزيز مهمتها الرامية لتحريك ملف المعتقلين، لا بصفتهم سياسيين فحسب بل بصفتهم الطيف العريض الذي استهدفه الانقلابيون منذ أن استحوذوا على السلطة والدولة في صنعاء. في البداية ينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك أستاذ نبيل. بداية، ما الذي قدمته الحكومة إجمالا ووزارة حقوق الإنسان خاصة في ملف المعتقلين غير التصريحات والشجب؟ بداية مساء الخير عليكم جميعا. أما فيما يخص سؤالك أخي الكريم، أحب أن أؤكد أننا في كل المحافل الدولية التي تحركنا فيها كنا نضع موضوع المعتقلين بشكل أساسي وعلى رأس أجندة حواراتنا مع هذه المنظمات الدولية. فخلال هذا العام كان هناك لنا لقاءين في مارس وفي يونيو مع الصليب الأحمر ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى لقاءاتنا مع الصليب الأحمر في عدن، من أجل أن يعني يقوموا بتحركاتهم في إطار موضوع المعتقلين بشكل عام وعلى رأسهم المشمولين بالقرار 2216. طبعا نحن نعتبر موضوع وزير الدفاع وشقيق رئيس الجمهورية والقائد فيصل رجب بحكم أنهم موجودين في القرار 2216 هم المدخل الأساسي للحديث عن موضوع المعتقلين بشكل عام. ثانيا، لأن هؤلاء بالذات تعدت مدة اختفائهم حتى الآن أكثر من سنتين، وهو ما يجعل
مهمة الصليب الأحمر مهمة أساسية في هذه المرحلة لمعرفة وضعهم الآن، ما هو الوضع الذي يعيشون فيه. أيضا لنا تواصلات دائمة مع رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين، ونسعى خلال اللقاء القادم في سبتمبر إن شاء الله لأن يكون لهن حضور في مجلس حقوق الإنسان في الدورة القادمة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر القادم إن شاء الله. طيب، ومن صنعاء تنضم إلينا أيضا عضوة رابطة أمهات المعتقلين أم أحمد، أهلا بك. منذ أكثر من عام وهناك نشاط كبير للرابطة ووقفات احتجاجية متكررة، ما الذي أثمرته هذه الجهود؟ رابطة أمهات المختطفين حاليا هي المنظمة الوحيدة، المنظمة المدنية الوحيدة على الساحة التي تحمل هم المختطفين والتي توصل صوتهم إلى العالم وتوصل صوتهم إلى المحافل الدولية والمحافل المحلية. الرابطة منذ أكثر من عام وهي تقف وقفات احتجاجية تطالب بالإفراج عن هؤلاء المختطفين، تطالب أيضا بتحسين ظروف الاحتجاز لديهم، تطالب بوقف الإساءات التي يتعرض لها المختطفين. ومع الأسف لا نجد التجاوب الذي كنا نؤمله سواء من المنظمات أو من الحكومة. الآن الأخ وكيل وزارة حقوق الإنسان، أنا أذكره بأن المختطفين هؤلاء هم من مواطني الجمهورية اليمنية التي على حكومتهم مسؤولية أخلاقية تجاههم. ماذا صنعت لهم الحكومة وهم أكثر من عامين وهم في سجون الميليشيا؟ ماذا بقي وقد استشهد أكثر من 75 مختطف في سجون الميليشيا، إما تحت التعذيب وإما باستخدامهم ذروعا بشرية؟ ما الذي فعلته الحكومة من أجل هؤلاء المختطفين كي يفرج عنهم أو كي يتحسن على الأقل ظروف احتجازهم، وهي التي تملك صوت الدولة وصوت الحكومة في المحافل الدولية؟ لم نجد للحكومة أنها تقوم بهذا الجهد وبهذا بتحشيد المناصرة لقضية المختطفين في المحافل الدولية، في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في مجلس حقوق الإنسان. لم نجد لها هذا الصوت وهذا الصدى. أنا أتساءل ما الذي قدمته الحكومة لقضية المختطفين؟ طيب، أنقل هذا التساؤل لوكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. أستاذ نبيل، إذا كان لك من تعليق ورد على حديث الأخت أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، ما الذي قدمتموه؟ نعود لنفس النقطة، غير التصريحات واللقاءات والسفريات لممثلكم إلى أوروبا. أستاذ نبيل، هم يقومون بعمل كبير، تسمعني أخي؟ أسمعك، تفضل. أقول لك نحن أولا نقدر بشكل خاص كل الجهد الذي تقوم به الرابطة، وما نريد أن نؤكد عليه أننا في حالة تواصل مستمر وعمل مستمر من أجل كافة الملفات الحقوقية لدى المنظمات الدولية، وهناك تقارير دائمة بهذا الشأن. لكن الإخفاقات الحقيقية ليست من قبل الحكومة ولكن من قبل هذه المنظمات الدولية التي وصل بنا الأمر إلى أننا نبدي استياءنا الشديد من عدم مقدرتها على تحقيق شيء على أرض الواقع. الشيء الثاني كما قلت لك، نحن ومن أجل أن تكون هناك عمل جاد أيضا نسعى من خلال اللقاء القادم في سبتمبر إلى أن تكون هناك ممثل أو ممثلة أو أكثر لرابطة أمهات المختطفين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، حتى تعرفنا أولا على ما قمنا به في الفترة السابقة ويكون معنا في إطار هذا الجهد من أجل هذا الملف الخطير. الجزء الثاني في هذا الموضوع، نحن خلال الأيام القادمة لنا لقاء في القاهرة هنا مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية من أجل المفوض السامي من أجل قضايا متعددة، ومن ضمنها موضوع المعتقلين سيطرح بشدة ضمن هذا اللقاء في القاهرة. طيب، نشرك من اسطنبول ايضا المحامي عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. اهلا بك استاذ عبد الرحمن. في البداية، انتم في اللجنة الوطنية، ماذا لديكم وما هي علاقتكم بملف المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيا؟ شكرا جزيلا. اولا مساء الخير لك وللضيفيك الكريمين وللمشاهدين جميعا. نحن في اللجنة الوطنية نتعامل مع قضية المعتقلين
وكل قضايا انتهاكات التي تعرض لها المواطنين والمقيمين في إقليم الجمهورية اليمنية. أولا نقوم بعملية رصد هذه الانتهاكات، ثم بعد ذلك نجري عمليات تحقيق ونوثق هذه الجرائم التي ترتكب بحق أي معتقل أو أي إنسان ومن أي طرف من الأطراف التي الموجودة على الساحة أطراف النزاع. وحقيقة نحن وجدنا أنه قضايا المعتقلين هي أكثر القضايا ممارسة، أكثر قضايا انتهاكات ممارسة وأكثرها ألما وأكثرها نسيانا. نحن في اللجنة لا نستطيع أن نقدم أي شيء لأننا لجنة تحقيق، كل دورنا هو إجراء تحقيقات في هذا الأمر. تبقى على الحكومة وعلى المنظمات الدولية وأيضا المبعوث الأممي، يبقى الجهد الأكبر عليها في ممارسة الضغوط، وأيضا هيئات الأمم المتحدة مفوضية أسامي لحقوق الإنسان تمارس عملية الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين. هؤلاء أكثر هؤلاء أو ربما يعني ما يقارب 90% من المعتقلين خصوصا لدى جماعة الحوثي هم مدنيين، تم اختطافهم أخذهم كرهائن، مورست على أسرهم نوع من الابتزاز، مورست أيضا على الطرف الحكومي يعني تحولوا إلى مقايضة سياسية. الحوثيين لديهم أسرى لدى الحكومة، والحوثيين ما أخذوا هؤلاء الأشخاص كي يقوموا بعملية مقايضة. كثير ربما لو استعرضنا الأسماء التي عرضت أمام المحكمة وأيضا من متواجدين في كثير في السجون المنتشرة على الإقليم الذي أو المناطق التي تسيطر على جماعة الحوثي، لوجدناهم أساتذة في الجامعة وأيضا مدرسين ومحامين وإعلاميين. يكفي أن هناك 14 إعلامي وهناك يعني حوالي 6 محامين معتقلين، هناك أساتذة جامعيين تقريبا 4 أساتذة جامعيين أو 5، هناك نقابيين ويعني من رواد العمل المدني. كل هؤلاء موجودين في السجون، وتتعامل يعني عندما تأتي عمليات التبادل يتعامل معهم الحوثيين باعتبارهم أسرى على الرغم أنهم أخذوا من الجامعات ومن المساجد ومن منازلهم من الشوارع. طيب أعود لأم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين. أخت أم أحمد، تحدث وكيل وزارة حقوق الإنسان عن ترتيبات ربما تقوم بها الحكومة لأن يكون هناك ممثلين عن الرابطة في مجلس حقوق الإنسان، أهمية مشاركتكم في جلسات مجلس حقوق الإنسان، هل من فائدة ستحقق في مسار التعاطي وجهودكم في الرابطة للإفراج عن ذويكم؟ الرابطة ترحب بأي مشاركة بأي فرصة لإيصال صوت المختطفين في المحافل الدولية. الرابطة تأمل بأن يصل صوت المختطفين وصوت معاناتهم إلى كل العالم، إلى كل مجالس حقوق الإنسان وبالذات المجالس المعنية بحقوق الإنسان. الآن المفوضية الثانية لحقوق الإنسان زرناها أكثر من مرة، عرضنا عليهم موضوع المختطفين، نأسف أنهم لم يقوموا بأي دور حتى الآن، مع أن هذه المفوضية هي التي تزود الإنقلابيين بالإغاثة وهي التي تسمح لهم بالحصول على المواد الإغاثية القادمة من الأمم المتحدة، ومع ذلك لم تستخدم مثل هذه الورقة في الضغط على جماعة الحوثي من أجل إطلاق المختطفين، رغم مطالبتنا المتكررة للمفوضية الثانية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل بأي وسيلة من وسائل الضغط على هذه الجماعة من أجل إطلاق المختطفين، أو كما ذكرت على الأقل تحسين ظروف احتجازهم ووقف عملية التعذيب التي تودي بالكثير منهم وتصلهم إلى درجة الموت تحت التعذيب. طيب أعود لي وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. أستاذ نبيل، رؤية البعض لأن ملف المعتقلين ربما قد سقط من أجندة واهتمامات المبعوث الأممي بعد أن كان منصوص عليه في القرار 2216، ما تعليقك على هذا الطرح؟ بساطة نحن أيضا نشترك في هذه الرؤية، لأننا نرى أن المبعوث الأممي أعطى للقضايا السياسية بعدا أكبر بكثير في تعاملاته من هذا الملف الحقوقي الخطير، مع أنه هو يشكل أكثر الملفات ألما وأكثر الملفات انتهاكا وعدد مهول من القضايا التي أمامنا. ما استطعنا رصده خلال الفترات الماضية أننا خلال عامين من الانقلاب الميليشيات لدينا بلاغات بقرابة 20,000 ما بين معتقل ومختطف ومحتجز ومخفي قسريا
وهذا العدد المفضل. كنا نتوقع أن تكون المنظمات الدولية عند مستوى المسؤولية في التعامل مع هذا العدد الكبير، أنه يعني يحتاج إلى تحرك إنساني كبير بقدر حجم هذا الألم الذي تعيشه اليمن. اليوم نحن نقول أن وأوصلنا ذلك عبر مراسلاتنا إلى الأمم المتحدة وإلى المبعوث الأممي وإلى الحقوقية السامية، أننا ما زلنا نستغرب ونستنكر هذا التعامل الهادئ مع هذه القضية الخطيرة وهذا الألم الكبير. طيب. من خلال شاشتكم نحن نقول أننا نوصل رسالتنا إلى كل العالم، نتمنى من كل المنظمات الدولية أن تصحو وأن تقوم بدورها الطبيعي الحقوقي والإنساني لهذا الملف. لم يعد لديكم قنوات لإيصال عتبكم ورسالتكم للمنظمات سوى القنوات وسائل الإعلام، أين هي أدوات الحكومة الدبلوماسية وغيرها من أدوات؟ أخي العزيز، نحن نستخدم كل أدواتنا، سواء بالمراسلات، باللقاءات، بالاجتماعات، عبر وسائل الإعلام. نحن لا نترك أي وسيلة لإيصال رسائلنا إلى هذه الجهات إلا ونستخدمها. هذا من باب استشعارنا لمسؤولية عملنا في هذا الملف. ولو كنا نقدر أن نصل إلى أكثر من ذلك لنتوانى عن ذلك. طيب. قضيتنا الأساسية أن هناك تعامل بشكل نسي أو بشكل نوع من التجاهل مع قضايا خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكاتها في اليمن. اليوم هناك منظمات دولية بدأت تأخذ مواقف مع الميليشيات وكأنها مواقف مدفوعة الثمن من خلال أجندات لبعض الجهات الإقليمية التي تتحرك مع هذه المنظمات. نحن نقول أننا محتاجون لرسالة إعلامية أقوى ربما من أجل أن يكون هناك وصول لكل الرأي العام العالمي والإقليمي، بحيث أننا نستطيع نوصل عبر كل القنوات. طيب، أعود لضيفي عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أستاذ عبد الرحمن، تقييمك لتعامل الحكومة مع ملف المعتقلين وأيضا المبعوث الأممي والمنظمات الدولية؟ حقيقة يعني الحكومة في كثير من الأوقات تقوم بعمل رفع هذه القضايا أمام الجهات الدولية، وتكون قضية المعتقلين حاضرة في المناسبات الدولية وأيضا في جلسات مجلس حقوق الإنسان وأمام المبعوث الدولي، لكنها سرعان ما يشوبها نوع من الفتور لتعود مرة أخرى لتقديمها في حال ما إذا يعني وجد هناك حراك في الشارع اليمني مثل ما تقوم به الرابطة وما تنشرها وكالات أو الإعلام وما تقوم به القنوات الفضائية تتحرك مرة أخرى. لكن هناك أيضا إشكالية أخرى وهي حالة أسر المعتقلين. حقيقة نحن لاحظنا أن أسر المعتقلين فقدوا يعني رغم الاعتقال واختفاء عائلة الأسرة وانقطاع يعني الشخص الذي كان يعولها، تحملت عبء كبير هذه الأسر في توفير الطعام والشراب وفي وأيضا هي مكلفة جدا في يعني الأشياء التي تشترى داخل السجون، أسعارها مضاعفة لأنه كثير من الأشياء يمنع دخولها على السجناء حتى يضطروا شرائها من قبل الدكاكين والسوبر ماركت الصغيرة التي يتم إنشائها في السجون كنوع من الابتزاز والارتزاق. حقيقة تابعت مع الأخ نائب رئيس الوزراء الأستاذ عبدالعزيز جباري هذه القضية، وقد كان التقى برابطة أمهات المعتقلين ووعد في صرف مرتبات أو مساعدة مالية شهرية لأسر المعتقلين، وقام برفع مذكرة لرئيس الوزراء. رئيس الوزراء أحالها الوزير المالية ووزير حقوق الإنسان بصرف كانت هناك كشوفات 3100 أسرة التي كانت موجودة الأسماء لدى الرابطة، حتى الآن منذ 3 أشهر لم يتحرك هذا الأمر. يعني الحكومة لديها أشياء يمكن أن تقوم بتخفيف هذه المأساة، يعني أسر المعتقلين أطفالهم زوجاتهم يضطروا إلى بيع الأثاث، إلى بيع يعني مدخراتهم، ونحن نرى أنه الحكومة هناك يعني تصرف مبالغ مهولة في أشياء ربما تكون أقل أهمية من هذه القضية، يعني كنوع من تخفيف وأيضا إثبات مصداقية الحكومة في التعامل مع هذا الملف. لذلك وأنا أغتنم وجود الأخ وكيل وزارة حقوق الإنسان، وهو يعني ما قبل أن يكون في هذا المكان المسؤول هو ناشط حقوقي عرفناه سنوات طويلة، يعني تكون فرصة أيضا للنظر إلى هذا الأمر والتعامل مع هذه القضية تعامل إنساني وتعامل أيضا يعني
مع واقع مرير مع أسر المعتقلين حتى يتمكنوا يعني من ممارسة حياتهم بتخفيف الألم على الأبناء وعلى مصاريف المدارس، مصاريف العلاج، مصاريف السجين الذي موجود في السجن إلى اليوم. يعني بعضهم قضى سنتين وراتبه مقطوع، ويعني أسرته يعني تستدين، أسرته تبيع ما تملك، ونحن نقول إنه هذا طيب شيء مؤسف وشيء مخزي. سأنقل هذه الملاحظة لوكيل وزارة حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا من إسطنبول في تركيا. أعود إلى أم أحمد، عضو رابطة المختطفين، ومن ثم إلى وكيل وزارة حقوق الإنسان. أم أحمد، فيما يخص آخر الإحصائيات لديكم عن أعداد المختطفين والمعتقلين. نحن لسنا جهة رصد وليس منظمة ترصد، خاصة مع استمرار آلة الخطف المستمرة من قبل جماعة الحوثي. لا نستطيع أن نقول أن عدد المختطفين هو كذا، لأن يعني آلة الخطف مستمرة بشكل مستمر. أضف إلى ذلك أن عدد كبير منهم ما زال في حال الإخفاء القسري، والكثير من الأهالي يتخوف عن الإبلاغ عن مختطفيهم وعن أبنائهم الذين اختطفوا وأخفوا قسرا. صحيح أنكم لستم جهة رصد، لكنكم تدعوا تمثيل كل المختطفين والمعتقلين، يفترض أن يكون لكم تواصل. نعم. بالجميع. إحصائية تقريبية، كإحصائية تقريبية عددهم لا يقل عن 3100 مختطف ما زالوا في السجون. تقريبا نفس الرقم الذي ذكره الأستاذ عبد الرحمن برمان، وهم معروفين، الرقم مشابه لما ذكره عبد الرحمن برمان. نعم. طيب مع ما ذكرت لكم أن آلة الخطف لا تتوقف يوما عن عن العمل، وبعنف في اختطاف الأشخاص أحيانا بالجملة 25 شخص إلى 40 شخص في اليوم الواحد. صحيح. طيب يعني ونحن نتحدث عن تفاصيل ما يلقاه المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيا، مثلا هل لديكم مثلا إحصائيات ربما أو عن وسائل التعامل معهم من قبل الميليشيا في التعذيب، وطرق ربما الآن من مرة إلى أخرى ربما يبتكرون طرق جديدة للجهاز ولجهاز على المعتقلين وتصفيتهم ربما داخل المعتقلات؟ وسائل التعذيب الكثيرة التي يستخدمها جماعة الحوثي وصالح داخل السجون تتنوع ما بين الضرب أثناء التعليق، الضرب في مناطق معينة من الجسم، مثلا الضرب المستمر على الكلى حتى يتسبب هذا الضرب بالفشل الكلوي للمعتقل. ووجدنا حالات كثيرة أصيبت بالفشل الكلوي داخل في المعتقل، إما بسبب انعدام الرعاية الصحية وبسبب سوء التغذية وتلوث المياه الشديد داخل المعتقلات، وعدم السماح لأهليهم بإدخال المياه النظيفة، وعدم السماح لأهليهم أيضا بإدخال الطعام النظيف المعد في البيت، مما يجبرهم على تناول الطعام الذي يقدم لهم في السجون، والذي نشك نحن في صحته وفي نظافته بسبب الأمراض التي أصيب بها هؤلاء المعتقلين، مثل ما ذكرت لكم التعليق، الضرب بآلة القاب البنادق، الوخز بآلات حادة، التحريق في أجسامهم في مناطق معينة من أجسامهم، التعذيب يعني التعذيب النفسي بشكل مستمر، تهديدهم باختطاف أبنائهم، باختطاف أقاربهم، بل إنه وصلت في بعض الحالات إلى اختطاف أقاربهم والضغط عليهم من أجل اعتراف أو بأشياء في مقابل في تهديدهم بضغط باستمرار أبنائهم داخل المعتقل أو أحد أقاربهم. شكرا جزيلا لك. أضف إلى ذلك إلى سوء التغذية الذي يعانوا داخل السجون، إلى انعدام الرعاية الصحية، إلى الإهانة المستمرة والمعاملة المهينة التي يتلقونها سواء هم أو أهاليهم عند زيارتهم، إخفائهم لمدة طويلة شهور، بعضهم وصل مدة إخفاء إلى سنة أو أكثر، لا يسمح لهم بالاتصال بأهليهم. قبل فترة نقلوا مجموعة من المختطفين الذين كانوا في محافظة صعدة وأوصلهم إلى السجن المركزي في صنعاء. الذين في السجن المركزي قالوا كأننا رأينا ناس من العصر الحجري، وناس جلود على عظام، لا يأكلون لا يشربون، أجسامهم متسخة، أجسامهم كلها عبارة عن أمراض جلدية وجرب وطفح جلدي في أجسامهم بسبب الأماكن التي كانوا فيها، الأماكن المتعفنة التي كانوا فيها. ما زال كثير من معاناة المختطفين ما زالت مطمورة، لأنهم في أماكن سرية ومجهولة يلاقون الكثير من المعاناة،
ويحجمون عن تعريف أهاليهم بما لا خوف من أجل عدم جرح أهاليهم وعدم إساءة مشاعرهم. شكرا جزيلا لك أم أحمد عضو رابطة أمهات المعتقلين، كنت معنا من صنعاء. أختم مع ضيفي وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. أستاذ نبيل، إذن ونحن نتحدث عن جهود الحكومة المتواصلة للتخفيف من معاناة المعتقلين، ما الذي يمنع السير وإكمال طريق وعود عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء فيما يخص اعتماد مرتبات للمختطفين والمعتقلين؟ وكان ربما بشيء من التفصيل تحدث عبد الرحمن برمان عن 3100 أسرة كشوفات تم إعدادها، تواصل وتوجيهات وصلت إلى وزارة المالية ووزارة حقوق الإنسان، لماذا لم يتم إكمال هذا الموضوع للتخفيف من معاناة أهالي المعتقلين وأيضا لإثبات حسن نوايا وجدية الحكومة؟ نحن أولا أيدنا هذا الجانب بشكل كبير، لأننا نعلم هذه المعاناة ونعيشها من خلال التقارير اليومية التي تصلنا والتي نرصدها، وأيدنا هذا الجانب. يبقى في هذا الأمر كما تعلم كثير من الترتيبات الخاصة بمجلس الوزراء ووزارة المالية، فالأمر بالنسبة للجانب المالي ليس أمر وزارة حقوق الإنسان، كل ما حقوق وزارة حقوق الإنسان هو إعطاء الرأي فيما يخص هذه الأسماء وما شابه، لأنه أيضا تنقصنا المعرفة الكاملة لكثير من الأسماء أو تأكيدها. أيضا كيفية التواصل وكيفية إيصال هذه المبالغ تعتبر إشكالية أخرى، لأنه كما تعلم حتى الآن لا توجد لدينا قنوات إيصال للمبالغ المالية بشكل سليم، ما أدى إلى كثير من التأثرات في الجانب المالي. الملف المالي لا أستطيع أن أفيدك فيه بشكل كبير، لكن ما أريد أن أؤكد عليه أننا كوزارة نحن داعمون لأي تخفيف لأي معاناة لجانب القضايا التي فيها انتهاكات. القضية الأخرى، نحن أيضا ما زلنا نؤكد أننا نتعامل مع هذا الملف سواء على المستوى الداخلي، لدينا كثير من المنظمات المحلية التي نتعامل معها لإفادنا بكثير من قضايا الرصد، لإفادنا بقضية تحركات من أجل تخفيف المعاناة عن طريق اللجان الإغاثية، عن طريق المجامع الإغاثية التي نحاول من خلالها التواصل مع بعض الأسر التي تعاني من الانتهاكات. أيضا نحاول من خلال بعض المنظمات الدولية الداعمة لمواقفنا أن تكون رسالتنا أقوى وأعم وأشمل. كل ما نتمنى أن يصبح الملف الحقوقي والإنساني ذو شأن أكبر واهتمام أكبر من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. طيب، وأنتم وكل هذه الجهود لديكم إحصائيات الآن عن عدد المعتقلين؟ طبعا لدينا كما قلت لك المعتقلين منذ مارس 2015 حتى الآن، ما بين معتقلين ومخفيين قصرا ومحتجزين ومختطفين، هؤلاء يصلون إلى قرابة 20,000 خلال السنتين الماضيتين. العدد الحالي الآن كمختطفين يتعدى 3,000 مختطف، لكن أيضا هناك ما زال عدد كبير من المخفيين قسرا، وأيضا هناك لدينا موضوع المحتجزين وهذا عدد كبير يتم احتجازهم والإفراج عن بعضهم. كما أشار الأخوة الأستاذ عبد الرحمن والأخت العزيزة أم أحمد، عملية الاختطاف والاعتقال تتم من خلال بلاغات لبعض عناصر الميليشيات أو من يتعامل معها على أن هؤلاء ليسوا مع الانقلاب، وبالتالي يتم أخذ هؤلاء حتى من باب الكرهائن أو للتبادل. شكرا لك أستاذ نبيل. شكرا لك نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. انتهت تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة ماهر أبو المجد.